واحدنا ويحد. قصة نيلة. نيلة هذه تحب لها رجال رجال ما هو فارس عفوا. رجال مزيون وطويل، ما له فارس له بشجع. وتسمع بشليويح العطاوي. تسمع بشليويح، فالفارس شليويح، شليويح هذا فارس ويجيب الغنائم من ربعه. ولا قد شافته. جاء مرة من المرات، المهم قالوا ان شليويح جاي من غنائم. واللي يجي ينتظر شليويح هذا الرجال ينتظرون الحريم في خلافهم. من اول. لا هذاك شليويح جاي على ذلوله، جاي من الغنائم يوزعها الربعه. يوم وقف نزل شليويح يتعاين فيه. قالت ميد عمتها: يا عمه هذا شليويح؟ قالت وراه قصير وجهه مو بزين، والله لو انه فلان من هو؟ عشيقها. شليويح قالت تسكتي لا يسمع شليويح. والله شليويح يوم سمعها قال: نيله تناظرني بوسط الجماعه. فظن نيله لامستني بمنقود. يا ليتها معنا على الهجن ساعه حتى تعذر وجيهنا. لا غدا نسود فالليل نسهر مثل راعى الزراعه، وفي الصبح تصلانا السمايم على التسود، وتشوف شغموم من طويل ذراع صبار في الشدات نطاح للكود، وتشوف خبل دهمته في قناع لا يكسب الفايد ولا ناقص ربعه ولا زايد ربعه ولا هو مفقود، له طمع ان يحب الطمعه ولا يقضي الحاجه ولا يكسب الفوت. يا سلام يا علي. نطلع الموضوع السلام البلوذيه كلها. خذ راحتك صوتك كذا. ابشر ها واضح. ابشر يقول اغلبكم تعرفونها.